المنظومة اللي حاليا اللي على اليسار ترشحها بصورة عامة، تشرح عليها بصورة عامة أنه تكون من 1400 بطارية مثل ما شاهدون رقم 1 2 3 4 5 6 7، وتتكون من جهاز حماية كنترول قواطع دورة حماية مثل ما شاهدون قدامكم، المونيتر الباور سبلاي ريلي والشنت والقطع دورة مع منظومة التبريد الفان اللي فوق والضوء الموجود عندنا فوق. اللي على يدي اليسار العفو اللي على يدي اليمين مثل ما شاهدت قدامكم هاي القطع دورة هم نفس الشيء الموجود بها المرت فيه احنا. هنا نتكون هي المنظومة احنا عندنا هاي من 1400 بطارية قلنا عليها، وكل بطارية قدرتها 2.2 ملي امبير. وشاهدون حاليا المنظومة هاي شاديها احنا حاليا بالبيت، العفو بالشركة شاديها هسه ربطنا، هاي قدرتها اللي على يد اليمين قدرتها 5 كيلو واط مع انفيرتر 3200 واط، وهذا الجهاز الموجود حاليا دا اضغط عليه هذا اللي يشغل المعلومات مع الشحن والتفريغ والحرارة وكل الأمور الأخرى مع المصباح الأخضر اللي هو باور نورمال والأحمر إذا عندنا مشكلة. فتحنا المنظومة الداخل تشاهدون بي ام اس هذا اللون البي جلوب الأزرق، هذا البي ام اس يشتغل على البلوتوث ومرتبي داخل المنظومة. الجهاز حاليا احنا مشغلي بالشركة مقر الشركة بقدرة 5 كيلو واط والحمد لله وضعه جيد وشغله اوكي. على يدي اليسار المنظومة هاي اللي احنا شاديها البيت، هاي شديناها البيت المنظومة جانا صيف ورمضان. تشتغل هاي المنظومة مساعدة للمنظومة الثانية الاولى، الاول وحدة اللي سويناها هاي اللي هسه قدامكم مساعدة لهاي المنظومة اللي موجودة اللي بصفها، يعني احنا معتمدين ذيك رئيسية هاي الثانوية. فهاي منظومة اللي نكودن احنا البطارات هي شوية الليثيوم تكون خطرة فوضعناها بصندوق، اما الثانية راح نلغيها راح نخليها بصندوق. هذا كل اللي موجود عندنا، واترككم على الشرح الجديد اللي راح نحكي بيه على المنظومة اللي المنزلية. اما المنظومة اللي على يدي اليمين اللي هاي بالشركة حاطيها حاليا تشتغل وضعها جيد جدا مثل ما تشاهدون. المنظومة اللي على يدي اليسار حاطين هاي الترمينالات هذين القواطع ترمينالات الكابلات، شاهدون الكابلات نحطيها على جهاز هذا الحماية قاطع دورة فيوز 150 أمبير، سلكين كل سلك مثل الأسلاك 35 ملم وفيوزات 150 ملم، رابطين المنظومة الأولى مثل ما شاهدون سحالين هاي المنظومة الصندوق مربوطة ويل الثانية لكن مفصولة، يعني مو ثنات سوى إنما كل واحدة تشتغل، واحدة ستاند باي الثانية تشتغل احتياط. شاهدون جوا تلاحظون الترمينالات نتقلهم داخل. فإحنا هاي المنظومة حاطيها للبيت بقدرة 5 كيلو واط 4.5 5 للربع، وبيه هذا الجهاز الموجود قدامكم تشاهدون اللي هذا نشيك يشتغل على شاحنة عادية، تقدر يعني تطلع من المنظومة وشغل على شاحنة عادية لمدة 15 متر مساحة المسافة بين الصندوق وبين الشخص، يقرأ عندك المعلومات 27 فولت و4 بالعشرة 12 أمبير الشحنة السحالية من الوطنية، كذلك يقرأ الحرارة عندك والفولتية، يقرأ عندك تقدر تبرمجة. هذا جهاز حماية للمنظومة، عندنا جهاز بي ام اس وهذا الجهاز يا حماية، جهازين حاطين حماية للمنظومة يعني من الاشكالات لتعرف احنا نحاول الليثيوم نحاول نحافظ عليه بقدر الامكان. بالنسبة للليثيوم رجاء اخوان اللي يستخدم الليثيوم يخليه بمكان يعني مو بنص البيت داخل البيت ويا المكانات السكن بي، يعني تخليه مثلا خلف البيت بداية البيت بالطرمة قدام البيت، يعني المهم اماكن تبعدها شوية، يعني بحيث لا سمح الله صار عندك اي مشكلة مثلا اشتعلت نار او شيء انت تكون بعيد على المكان، يعني ماكو يمها خشب ماكو يمها ملابس ماكو يمها اثاث، تكون معزولة بمكان يعني عم تقدر تسيطر عليها براحتك. هذا الجهاز اللي هو يقرأ لك الفولتية والامبيرية وكل المعلومات، احنا نقدر نستخدم وايرلس يشتغل على الواي فاي، هذا المنظومة اللي احنا نستخدمها حاليا. اكو موضوع ثاني رح نتكلم عليه حول موضوع الصناديق الليثيوم. مثل ما تشاهدون على يدي اليمين هذا الصندوق الثاني فتحت الباب مالته، هذا حاليا بي بي ام اس 60 امبير، اقصى منظومة تشتغل هي 7 امبيرات، ما اقدر اسحب من عندها اكثر من 7، ليش؟ انا مصممها تاخذ 7 امبير، استخدام منزلي عمود عمره يكون طويل، ما فرغ تفريغ عالي عليها. منظومة الليثيوم منظومة كلش حساسة، يعني تشتغل تعطيك كهرباء وقتها جيد، لكن شنو ما تحب التفريغ القوي، كذلك ما تحب الشحن السريع، تشحن شحن بطيء جدا. هذا الانفيرتر احنا نبرمجيه
شلون مبرمجي يبحث وينطي الفولتية المناسبة. يعني الشحن لازم يكون 50 أو 60 أو 100 ملي أمبير على البطارية. 50 أو 60 ملي أمبير على البطارية شحن بالنسبة للليثيوم. لذلك إحنا نستخدم هذا الانفرتر الذكي اللي نتحكم بالفولتية والشحن مالته، ودائما عندنا البطارات نخليها بمكان على صفحة خارج البيت أو المكان اللي نقعد بيه. قواطع الحماية ضروري أهم شيء، ثم قواطع الحماية الكونتكترات. دي سي تستخدم ما تستخدم الاي سي، ترى الاي سي يسوي لك مشكلة. ليش؟ يعني ما يتحمل دي سي، دي سي ترى تياره كلش عالي، يعني لازم تتحاول تخلي أجهزة قياس وجهاز أجهزة قاطع دورة وفيوزات دي سي، بس تركب الاي سي، لأن دي سي بصفر نزول صفر، أما الاي سي بمتناوب 50 هرتزية، يعني 50 دبذبة بالثانية، فدي سي مستمر، ذلك يختلف عن الاي سي. شاهدون هذا قدامكم، هذا جهاز انفرتر احنا الان اي بي، هذا يشتغل اونلاين اون جريد، هذا 3 امبير، هذا يعني يشتغل فقط اذا اكو كهرباء بالعراق لين يوفر طاقه للدوله وللشبكه. الانفرتر البقيه من الانفرترات عندنا عاديه، انفرترات عاديه يعني اوف جريد. اللي شادي بالشركه اوف جريد مضبوط، ما عنده مشكله بيه. راح نرجع نحكي على المنظومه اللي منزلي عندنا. منظومة المنزلية حاليا موجودة قدامكم، هاي هي منظومة كاملة متكاملة من كل النواحي، بها أجهزة حماية تفريغة 7 أمبير، بها منظومة تبريد يعني نظام حلو، شحنها سريع، تفريغها جيد كل جيد، عمرها طويل، بطارية جدا، كل المزايا بها. رجعنا على موضوع الحماية، قدامكم حاليا صورتين، صورة تظهر بها الجهاز، القواطع الدورة 2 مللي، بالنسبة للكنترول حماية هذا السيطرة على الفولتية الشحن والتفريغ. عندكم حاليا بالمطبع المقطع الثاني من الفيديو تلاحظون احنا مصورين هسه انفرتر داخلي، انفرتر هذا شمسي بقدرة 2400 واط، نصور الدواخل مالته. يعني هذا الجهاز ضروري يحتاج له تبريد، هذا الجهاز اخوان ضروري يحتاج له تبريد، ما يصير تخليه مثلا بالحر، ما يصير تخلي مثلا بيتراب بين المراوح مثلا الداخل، مثل ما تشاهدون لازم تكون مراوح يعني نظيفة، يتخلى لازم مكان صندوق مقفول، هو عمره طويل، فإذا ما تخلي بمكان جيد شيء كده رح يتلف، وإحنا نحافظ عليه من التراب ومن الأوساخ والحرارة، فتخليه بمكان معزول، تخليه بالشمس خطأ، تخليه بالطرم مكان معرض الشمس والمطر والأذن خطأ مو صحيح، تخليه بصندوق بلاستيكي توفر له مراوح تبريد، او تخليه داخل البيت وتوصل بوارات بطارية خلف البيت. احنا هسه حاليا بنصور لكم هذا الانفرتر من الداخل، الاجزاء مالته هاي كلها اجزاء تسخن بالحراره، لذلك التبريد ضروري جدا لها. هاي الاجزاء شوفوا قدامكم حاليا تسخن بالحراره، ضروري انه اسوي لها تبريد. نعرض عليكم الان بعض الصور من الانفرترات المستخدمه عندنا حاليا وشلون نربيها واشكالها، وهاي معلومات تكون مهمة جدا لازم واحد يحتفظ بها، خصوصا من الشد انفرتر يكون داخل البيت يكون أقرب شيء لك أفضل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله.